الحادثة الأولى في فيديو اليوم راح تكون حادثة فيلم راست. يمكن سمعتم هذا الخبر السنة الماضية في حال أنكم كنتم مقربين جدا من عالم السينما والتلفزيون والأخبار الجديدة حوله. الممثل إليك بالدون يا جماعة كان أحد النجوم وأحد المنتجين في هذا الفيلم. الفيلم كان يفترض أنه يكون من أفلام الغرب الأمريكي أو الويسترن أو الكاوبوي، سميها ما شئت. في أحد المشاهد كان مفروض يتم تصوير مشهد فيه إطلاق نار وزي كذا، فأعطوا الممثل إليك بالدوين اللي كان بيشارك في بطولة هذا المشهد 3 مسدسات، وقالوا له خليها معاك هنا حوالينك إلين يبدأ التصوير لأنك راح تستخدم أحد هذه المسدسات. طبعا الأسلحة هذه حقيقية ولكنها تحتوي على رصاصات يسموها رصاصات فارغة، ولما تسمع أحد يقول لك رصاصات فارغة معناته أنه السلاح هذا لما تطلق منه النار راح تسمع صوت انفجار، فيه بارود، فيه كل المعدات اللي تخلي السلاح يصدر صوت إطلاق نار، ولكن ما فيه رصاصة راح تخرج منه، راح يخرج منه بارود وانفجار وخلاص، علشان يعطي مؤثرات بصرية حقيقية ومن دون CGI. المهم يا حبيبي، الممثل إليك بالدوين جلس على الكرسي ينتظر المشهد والثلاث مسدسات قدامه، وكلها إيش؟ مسدسات مزيفة، مهما يطلق منها النار إيش اللي حيصير؟ ما حيصير شيء، حيطلع صوت بس. المهم جلس يلعب بأحد الأسلحة وطاع طاع، واو كأنه حقيقي سبحان الله طاع، ولكن وللأسف واحد من هذه الأسلحة وعن طريق الخطأ كان يحتوي على رصاصة حقيقية داخله. شلون؟ إزاي؟ هنشوف بعد شوي. المهم يا حبيبي، وأثناء ما كان يلعب بالسلاح اللي فيه رصاصة حقيقية كانت واقفة قدامه مديرة التصوير وخلفها المخرج. قام الأخ قال يا خليني أجرب أطلق عليك طلقة مزيفة، وخرجت للأسف في هذيك اللحظة رصاصة حقيقية وانطلقت مباشرة إلى مساعدة المصور أو عفوا مديرة التصوير، واخترقت جسمها الرصاصة وخرجت من الجانب الآخر من جسمها وضربت المخرج. يعني رصاصة واحدة أصابت شخصين، ولكن أكثر شخص تضرر من هذه الرصاصة كانت هي مديرة التصوير. البنت طاحت على الأرض وبدأت تنزف إلى أن جاء الإسعاف، والمخرج كذلك جاته إصابة بسيطة أثر الرصاصة اللي خرجت من جسمها، ولكن بعد فترة من دخولها إلى المستشفى ماتت مديرة التصوير بطرفة عين وبخطأ جدا بسيط وغير مقصود، والمخرج كذلك جلس فترة في المستشفى ولكنه رجع وقام بالسلامة وخرج. طبعا الشرطة وصلت وفتحت ملف تحقيق وقصة طويلة، وفي النهاية اعترف طاقم الفيلم كلهم المنتجين يعني والمسؤولين عن قيام هذا الفيلم، قالوا يا جماعة الخير للأمانة ميزانية الفيلم هذه كانت جدا محدودة وما عندنا فلوس نجيب خبير أسلحة كويس، فجيبنا خبير أسلحة مبتدئ، والظاهر أنه الأخ بالغلط ترك رصاصة حقيقية داخل أحد الأسلحة. تم القبض على الممثل إليك بالدوين وقتها، ولكن بعد ما تم التحقيق واكتشفوا أنه فعلا الموضوع بالخطأ تم إطلاق صراحه، ولكن إلى يومنا هذا ما حد داري إيش مصير فيلم راست. تدخل IMDB مكتوب أنه الفيلم تم الإعلان عنه، لكن هل راح ينزل؟ هل ما راح ينزل؟ الله وأعلم. الحادثة الثانية حادثة جون إريك هاكسم. سنة 1984 وأثناء تصوير أحد حلقات مسلسل كوفر أب كان في حلقة اسمها فرصة ذهبية أو جولدن أوبرتينيتي. الممثل جون كان يفترض أنه يصور مشهد فيه إطلاق نار، يعطونه مسدس يطلق فيه رصاصة فارغة زي القصة اللي سمعناها قبل شوية، ولكن خلوني أوضح لكم الموضوع أكثر. كون السلاح يحتوي على طلقة رصاص فارغة صوت بلا طلقة حقيقية، ترى السلاح هذا ما راح يكون له تأثير في المسافات البعيدة، لكن لو استخدمته من مسافة قريبة على سبيل المثال زي كذا راح يؤذيك البارود اللي يخرج منه، لأنه في النهاية في نار راح تخرج، ولكن المسافات بعيدة هو مجرد إيش؟ إطلاق نار وما فيش رصاصة. المهم يا حبيبي، الممثل جون أعطوها المسدس وصوروا المشاهد وخلصوا وانتهى، ما عاد في شيء. والمسدس كان من النوع اللي فيه بكرة، ما أعرف إيش يسموه صراحة، اللي يكون فيه بكرة ومجموعة رصاصات ويفروه ويقفلوه. المهم إنه صور المشاهد تبعه وخلص وكل شيء كان على خير، ولكن المخرج فجأة قرر وقال لا أنا أبغى أصور مشاهد إضافية. الممثل جون قال وأنا إيش ورايا؟ مو مشكلة، مع إني تأخرت يعني في الخروج من عملي ومن موقع التصوير اليوم، بس يلا ننتظر. جلس الممثل جون على الكرسي وقدامه السلاح وفيه طلقات رصاص
فارغة. طول الموضوع والمخرج أخذ وقت أكثر من اللازم في تجهيز موقع التصوير، فالممثل جون قال أنا كيف أقضي على هذا الطفش وهذا الملل أثناء الانتظار؟ خليني ألعب بالأسلحة ذي اللي ما فيها رصاص، يعني كل الرصاص اللي فيها مجرد بارود. اللي حوالينه ما أحد نبهه إنه السلاح ذا ممكن يكون خطير إذا استخدمته من مسافات قريبة. على كل حال، في لعبة روسية اسمها الروليت الروسية، لعبة جدا خطيرة وانتحارية. شيل كل الرصاصات اللي في المسدس وتخلي رصاصة واحدة وتفر البكرة وتقفلها من دون ما تعرف هل الرصاصة انحطت على المكان ولا لا، وتسوي تيك، اما ان تموت واما ان تعيش. الاخ قال انه بلعبها يعني كل المسدس بس صوت، ما كان داري انه ايش ممكن يكون خطير. فراح واخذ السلاح اللي فيه طلقات، فرغ كل الطلقات وترك رصاصة واحدة، بوم تيك، ما مات. سواها مرة ثانية تيك، سواها مرة ثانية بوم تيك. المهم انه في واحدة من المحاولات وهو يسويها وقاعد يجرب حظه، فر السلاح وقفله وانحطت الرصاصة في المكان الصحيح للإطلاق. رصاصة فارغة ما راح تقتل من مسافات بعيدة، بس من مسافات قريبة امبيه. واطلق النار وطح، انكسرت جمجمته اثر خروج البارود من السلاح، والجزء البسيط من جمجمته اللي انكسر هذا دخل الى دماغه وتسبب له مباشره بوفاه دماغيه. شالوه، قام المخرج وقام المنتجين والمصورين، شيل يا ولد لا تشيل، وديه على الطوارئ. وصل الطوارئ وجلس 5 ساعات في غرفه العمليات، ولكن للاسف تم اعلان انه الممثل جون ميت دماغيا وعمره كان بس 26 سنة. يب، في النهاية مات بسبب خطأ ارتكبه هو من نفسه. وفي حال انكم يعني ايش مهتمين تعرفوا اكثر عن لعبة الروليت الروسية والاشياء والتفاصيل اللي فيها، راح اترك لكم فيلم جدا جدا رائع وعظيم للممثل الكبير روبرت دينيرو، ايام شباب وايام الابداع وايام الفن. فيلم اسمه The Deer Hunter، صدر في السبعينات، في اواخر السبعينات. فيلم شوية رتمه بطيء، بس راح يشرح لكم كيف لعبة الروليت الروسية هذه شيء جدا يجيب الهم. الفيلم للكبار فقط. الحادثة الثالثة عزيزي وعزيزتي الوجيهة هي حادثة The Twilight Zone المأساوية، واللي صارت سنة 1982. ولاحظوا اني وصفتها بالمأساوية جدا، لانه في هذا الفيلم مات ممثل ومعاه 2 اطفال ابرياء. المهم يا حبيبي، في احد المشاهد كان مفروض يتم تصوير هذا الممثل ومعاه 2 اطفال يعبرون النهر في وسط انفجارات ونيران وطائرة هليكوبتر تمر من فوقهم، على اساس انهم في فيتنام وحرب وزي كذا. كل شيء كان تمام وكل شيء كان ماشي تمام ولا فيه اي اشكالية، الى ان جاء المشهد اللي يركض فيه الممثل وهو معاه الطفلين عبر النهر والنيران والانفجارات من حولهم والطائرة الهليكوبتر تكون معدية من فوقهم، وفجأة وهم يركضون وسط النهر احد الانفجارات طارت منه شظية، صخرة، حديدة، ايا كانت، واصطدمت في نهاية الطائرة الهليكوبتر اللي طايرة فوقهم، واسقطت الطائرة مباشرة فوق هذا الممثل والطفلين الاثنين اللي معاه. ولكم ان تتصوروا سقوط الطائرة بحجمها ووزنها وكمان المروحة وهي بتفر وتضرب على الارض. الرجل والطفلين ماتوا مباشرة، ومباشرة تم إيقاف التصوير وتمت مباشرة فرق الإسعاف والتدخل وأن ذا الكلام. ووصلت الشرطة كالعادة وبدأ التحقيق في الموضوع، وبعد محاكمة استمرت أكثر من سنة تقريبا، تم تبرئة 5 أشخاص متورطين في هذه الحادثة. أول شيء كان الطيار قالوا له يا حبيبي أنت مفروض كان تطير في مسافات آمنة ومن هذا الكلام، ولكن في نهاية المحاكمة تم تبرئته لما قالوا انه ما كان بيده حاجة اصلا، سواء كان بعيد او قريب الموضوع حصل وانتهى. وبرضو المخرج ومعاه 3 اشخاص ثانيين كانوا متورطين وتم تبرئتهم في نهاية المحاكمة. حرفيا يعني بالرغم من بشاعة الحادثة المأساوية هذه، الا انه ما في اي شخص تمت معاقبته نهائيا. ولكن صار شيء جدا مهم في هذيك الفترة على اثر هذه القضية وعلى اثر هذه الحادثة. بسبب هذه القضية انشأت الرقابة الامريكية انظمة مصارمة جدا جدا فيما يتعلق في أمور السلامة والإجراءات الوقائية داخل مواقع التصوير. تسوي مشاهد انفجار لازم تعمل حسابك، بتسوي مشهد طيارة تمشي لازم تعمل حسابك، ما في شيء تخلي انفجارات تصير وفي طيارة ممكن تطيح في أي لحظة. وللأمانة أنا ودي أشارككم الفيديو داخل الفيديو اللي أنا قاعد أعرضه، ولكن للأمانة لما تبحث عن الفيديو يطلع لك أنه في قيود وممنوع تشوفه ولازم تثبت أنك فوق 18 علشان تشوف هذا الفيديو. راح تلقوا الفيديو موجود على اليوتيوب
إذا بحثتوا بعنوان الفيلم The Twilight Zone. الحادثة الرابعة يا جماعة الخير حادثة Midnight Rider سنة 2014. سارة جونز يا جماعة هي مساعدة مدير التصوير، وهي المسؤولة عن توزيع أماكن الكاميرا داخل مواقع التصوير والمشرفة على الكاميرات بشكل عام. كانت تصور أحد المشاهد الشبه خطيرة، يعني إلى حد ما ما هي خطيرة لو أنه تم التنسيق لها، ولكن أحد المشاهد هذه صارت خطيرة فجأة. المهم أنه سارة جونز كان معها مجموعة من طاقم العمل بما فيهم المخرج في مكان التصوير. المشهد كانت فكرته أنه يتم تصويره على سكة حديد أو سكة قطار، بحيث يتم وضع سرير أبيض على سكة الحديد ويتم تصوير مشهد معين وخلاص يشيلوا السرير ويمشوا. فقرر طاقم العمل أنهم ينتظروا القطار إلين يعدي ويمشي ويحطوا السرير مباشرة، لأنه القطار الثاني بيجي بعد فترة طويلة. يحطوا السرير ويصوروا المشهد وخلاص. عدى القطار الأول، حطوا السرير، صوروا المشهد، انتهى. رجع القطار الثاني عدى، حطوا السرير مرة ثانية وصوروا المشهد الثاني وانتهى. المخرج طمع وقال يا جماعة المشهد الثاني خلصناه بسرعة، يمدانا نصور مشهد ثالث قبل ما يجي القطار الثالث، يلا بسرعة ظبطوا السرير ورتبوا الدنيا. والله بالفعل الجماعة بدوا يرتبوا السرير على سكة الحديد، كذا فجأة إلا القطار الثالث وصل. يا ولد كيف؟ ما كيف والقطار، لما أقول لك قطار قطار سريع. فعلى بال ما الجماعة قاموا يحركوا السرير ويشيلوا زي كذا، سارة جونز كانت واقفة في سكة الحديد تساعد في هذه العملية، ولكن في اللحظة الأخيرة اللي كانت حتخرج منها سارة جونز من السكة وصل القطار واصطدم فيها مباشرة، ويقال انه فيه اصطدام حصل برضو مع اشخاص ثانيين. ولكن للأسف بعد ما عدى القطار اكتشفوا ان جثة سارة جونز غير قابلة للتعرف، انعدمت البنت. يقول لك واجهوا صعوبة في معرفة هل هذه سارة جونز ولا لا، ويب للأسف ماتت. وتم توجيه تهم كثيرة بعد هذه الحادثة إلى أكثر من 10 أشخاص بما فيهم المخرج المعروف راندل ميلر، واعترف بخطأه وقال يا جماعة أنا أتحمل كافة المسؤولية، الموضوع اللي صار صار بالخطأ، أي نعم ما هو مقصود ولكن أنا أتحمل مسؤولية. وفي نهاية المحاكمة تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة كاملة بتهمة القتل غير المتعمد. ويقال أن عائلة سارة جونز وصلهم تعويض جدا مرضي، ولكن ما في أي تصريح إيش كان هذا التعويض، هل هو فلوس، هل هو بيوت، هل هو ذهب، هل هو ما حد عارف. ولكن يقال أنه تم تعويضهم على أنه ما في أي شيء في هذه الدنيا ممكن يعوض عن حياة إنسان. الحادثة الخامسة والأخيرة يا جماعة هي مقتل الممثل براندون لي. براندون لي يا جماعة هو ابن الممثل بروسلي، وفي الفيديو السابق ذكرت لكم أنه مات أثناء تصوير أحد المشاهد، ولكن ما ذكرت لكم التفاصيل الدقيقة لهذه الحادثة المأساوية. عموما يا جماعة براندون لي كان نجم سينمائي ظهر بعد وفاة أبوه بفترة بسيطة. يب بروسلي هذا ابنه. في أحد المشاهد في فيلم The Crow سنة 1993 كانت قصة الفيلم عن شاب موسيقي يكون يمشي في الشارع ويجون يتعرضون عصابة عليه ويقتلوه ويرجع من الموت كشخص بطل خارق أو كسوبر هيرو ويبدأ ينتقم من هذه العصابة. المهم هذه قصة الفيلم، لكن خلونا في القصة الحقيقية. في أحد المشاهد كان مفروض أنه يتم إطلاق النار على براندون لي بواسطة بندقية برضو تحتوي على رصاص فارغ. وعادة يعني بعض المخرجين للاحتياط يحط إسفنجة في رأس البندقية أو في رأس السلاح بحيث تنطلق وتصطدم في إيش، في جسم الإنسان ذا، علشان تبين إيش الاصطدام، لا تؤذي الممثل وكمان برضو تعطي واقعية أكثر. هذيك البندقية وفي هذيك اللحظة كان عالق فيها رصاصة حقيقية في الماسورة، حطوا البارود حطوا كل شيء، ولكن في نفس الماسورة كان فيه رصاصة عالقة. إزاي علقت ومن اللي علقها الله أعلم. أطلق النار أحد الممثلين على براندون لي في هذاك المشهد وخرجت الرصاصة الحقيقية واخترقت صدر الممثل أو بطن الممثل عفوا، وتوقفت في عمود الفقري وسقط محله، مزقت أحشائه ولعبت في حسبة أعضاء الداخلية لعب، غير إنها زي ما قلت لكم اصطدمت بعمود الفقري. تم إسعافه مباشرة ومحاولة إنعاشه، ولكن للأسف مات براندون لي بسبب خطأ تصويري فادح. والمحزن أكثر يا جماعة الخير إنه براندون لي وقتها كان عمره لسه بس 28
سنة. الشرطة طبعا فتحت ملف تحقيق اطلع وانزلوا مين اللي قتل ومين اللي ما حط الرصاصة ومين ومين ومين، ولكن في النهاية توصلوا انه فعلا هذا خطأ تصويري لا محالة ولا فيه اي شيء ثاني، بالرغم من انه ظهرت قصص كثيرة تقول انه اللي قتل براندون لي قد يكون هو المسؤول عن قتل ابوه. يب، لانه في قصص تقول انه بروس لي ما مات بالخطأ او ايا كان المرض اللي مات بسببه، بروس لي مات بالعمد وبطريقة مخطط لها، والله أعلم. طبعا يا جماعة هذه مجموعة بسيطة من الحوادث، ولكن ترى هوليوود مليانة مصائب ونكبات وقصص غريبة وعجيبة، ولكن نكتفي بهذا القدر من القصص لفيديو اليوم، وإن شاء الله لو فيه أي قصص مشابهة حصلت في الماضي ممكن نشاركها في جزء إضافي ضمن هذه السلسلة. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.